أما هلأ نور رح ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم يلي رح نحكي فيها عن أشهر الحمل ومراحل هالفترة يلي بتمر فيها المرأة والتطورات يلي بتطرق على الجنين ومتى يجب زيارة الطبيب، بالإضافة لأسئلة عديدة رح نطرحها على الدكتور شادي خلوف أخصائي نسائية وتوليد ومعالجة عقم. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك دكتور. دكتور خلينا نحكي عن الحمل ببداية مراحله، يمكن الحمل لأول مرة عند المرأة بيكون في كتير من التفاصيل ما بتعرفها. خلينا نحكي عن أهم المراحل، يمكن أهم المراحل هي أول 3 شهور. شو الأشياء اللي بتكون بتطرق عليها لأول مرة؟ نحن مثلا بتلاقي أنه بياخدوا هي التفاصيل من الوالدة أو من العيلة، بس قد ما كان عندك معلومات كأول مرة بيكون عندك كتير من الأسئلة حابب تعرفها. هلأ أول شغلة، الحمل الحقيقة هو أي انقطاع طمس لازم مشان سيدات يعرفوا، عند سيدة متزوجة لديها جماع منتظم فهو أول شيء لازم نفكر بالحمل، فمجرد ما نحن صار عنا هذا العرض لازم نعمل اختبار الحمل فورا. مجرد ما شفنا أنه اختبار الحمل إيجابي فنحن من الأفضل أو من الأكيد أنه لازم نلجأ لطبيب لنقدر نشوف كيس الحمل هل هو داخل الرحم ولا لا. هاي نقطة مهمة. امبارح لما كنا عم نحكي أنه شو الموضوع اللي نحكي فيه اليوم، الحمل يمكن هو موضوع مكرر يمكن نحكي فيه كتير بس بضل فيه آلاف الأسئلة يلي مبهمة، بضل فيه دايما شيء نحن لازم نقوله ولازم ننبه عنه السيدات. في سيدات فكروا أنه مجرد ما طلع التيست إيجابي معناته أنا خلص ما في داعي حامل وما في داعي أنا بروح مع الشهر الجاي اللي بعده اللي بعده. الموضوع كتير مهم، نحن لازم نتأكد من ظهور كيس الحمل بالإيكو. ولما بتجي السيدة لعنا بتكتشف الموضوع، بتجي السيدة لعنا ونحن ما بنقدر نشوف كيس الحمل بالإيكو، ما بيعني إنه السيدة ما أنا حامل، يمكن يكون الحمل ضعيف مشان هيك ما بيان، يمكن يكون الحمل مبكر مشان هيك إسا ما بيان، ويمكن يكون حمل وهذا الأسوأ بالموضوع يكون حمل خارج رحم. فلذلك نحن ظهور الحمل بالإيكو ونحن مراقبته بالإيكو ببدايته كتير مهمة. عفواً دكتور، لكن شو هو خارج الحمل مشان نوضح يعني؟ الحمل خارج رحم هو خارج الرحم عفواً هو حمل غير طبيعي. هو حمل والسيدة هي حامل ولكن مو بالمكان المناسب، هذا الحمل تم تعشيشه بغير المكان المناسب، ما بداخل الرحم، ممكن يعشش بالأنبوب، ممكن يعشش ممكن الحمل يكون بطني أصلاً. فلذلك نحن كتير نقطة مهمة نحن نعرف هل الحمل موجود داخل الرحم وبالتالي طبيعي بالمكان المناسب له، وبعدين في وسائل أخرى للاستقصاء، ولا هو حمل لا سمح الله خارج الرحم، فنحن هون هذا الحمل غير طبيعي ما بصير يكمل، لازم يصير في تدخل. طبعا لازم يصير في تدخل، إذا نحن اكتشفنا ببدايته نحن التدخل بيكون دوائي فقط نقدر نجهض هذا الحمل، أما إذا صار في تأخير فممكن حقيقة نوصل لمراحل في نزف، في لا سمح الله وفاة للسيدة، لأنه ممكن نزف يكون صاعد ما تقدر السيدة تلحق. فلذلك اكتشاف الحمل ببدايته وظهور الحمل بكيس الحمل بالإيكو كتير مهم. وهون نقطة كمان بدي أسكلها كتير مهمة، حتى السيدات الغير راغبين باستمرار الحمل، بغض النظر عن رأينا بهذا الموضوع إنسانيا، بس في سيدات غير راغبين باستمرار الحمل، ما بصير أبدا نحن نعمل وسيلة تجهض هذا الحمل بدون ما نعرف الحمل وينه. لازم أنا لما أكتشف أنه أنا حامل روح لعند طبيب شوف أنا الكيس الحمل وينه، أعرف في كيس الحمل هل هو داخل الرحم، وبعدين بعمل الوسائل اللي أنا بدي إياها سواء إذا أنا بدي كفي بهذا الحمل ولا لا. بس كتير من الخطأ والأحيان نشوف نتائج كارثية لحمل مفكرت سيدة أنه هو أجهض لأنه أخذ الدواء وعلى أساس أنه مشي الحال، اكتشف بعد 3 شهور أن الولد فيه تشوه أو يعني مشاكل أخرى. لذلك هي نقطة كمان كثير مهمة. نعم، يعني مثل ما قالت نور أول فترة هي الفترة اللي كتير مهمة، هي فترة ثباتية الحمل أصلا. تمام، عندنا أول شهر الثاني الثالث هي الفترة بتعاني الإمرأة فيها يمكن من تغييرات كتير صعبة فيزيولوجية إذا طبعا. بدنا نقول عصبية كل شيء، يعني هي التغيرات بتأثر عليها. كيف بتقدر تتعامل المرأة مع هي التغيرات اليومية يلي بتبلش من الشهر الأول للثالث؟ بتكفي بس بهالشهور يمكن بتكون صعبة 100%. هلأ نحن أهم شيء نعرفه أنه نحن السيدة لما بتحمل ما لازم نقول، يعني احنا لما بنقول راجعتنا سيدة حامل هي ليست مريضة، فهي ليست ما أنا شخص مريض، هو شخص عنده تغير بحالته الفيزيولوجية. طبعا هذا التغير لازم نتعامل فيه ويكفي حياته كل شيء بيعمله بيضل ضمن الطبيعي، ولكن مع بعض الحذر. فأنا دائما بقول لهم انتوا اللي عم تشتغل بتضل تشتغل، اللي كل شخص بضل يعني كل سيدة بضل بتقوم بعملها بالشكل الطبيعي، ولكن في تغير، هذا التغير اللي هو راح يكون يمكن أحيانا يكون شديد، ويمكن في سيدات يمرق عليهم هذول 3 شهور الأولى
بكل سلاسة ويسر وبدون إزعاجات بسبب اختلاف الأجسام طبعاً يمكن ومناعتها وقدرتها حتى الحمل حتى لقلك يعني في سيدات حملوا 4 مرات لما بتسأليهم ويمكن نحن نسأل أمهاتنا بتقلك والله أنا فيكي كان مريح وبأختك كان سيء وصعب وبأخوكي كان نص نص فحتى الحمل بحد ذاته ما له متطابق عن نفس السيدة يمكن كمان العمر يعني عمر السيدة لما تكون هي تحت سن 30 الحمل بيختلف فوق سن 30 كمان بيلعب دور كتير والحمل كبير. الأول غير الحمل الرابع وغير الحمل الثالث وغير الحمل السادس أحيانا إحنا بلادنا في عنا حمول يعني لا منتهية فلذلك رقم الحمل كمان بيختلف فلذلك إحنا ما نشغل بالنا كتير بأنه أنا وخاصة عند المتزوجات حديثا وخاصة عند الخروسات نحن مسمينه اللي بيحملوا أول مرة إنه أنا يا الله شو بده يصير فيني هذا الحمل صعب فوتوا بحالة نفسية يمكن بيأثروا على حاله التفاصيل اللي هي العلاقة حتى بإنه أنا بس ولد إذا بدي أتوجع ولا لا نحن خلينا نمشي كل تلت من الحمل بوقته خلينا ناخذ يعني الموضوع على حقيقته لا نعطيه أكثر من حجمه ولا نقلل من أهميته طيب شو النصائح اللي بدنا نوجهها للسيدات بالمرحلة الأولى يعني حكينا عن 3 شهور أول 3 شهور أنا عندي 1 2 3 لازم أكون فيهم كسيدة إن كان مراجعة الطبيب إن كان يمكن بطبيعة الأكل بطبيعة حتى عمل البيت أو العمل اللي بكون فيه بشكل يومي رح نحكي الحقيقة عن كم نقطة هني مهمين وأنا بحب دائماً أضوي عليهم حتى للمريضات اللي بيراجعوني لحتى بلكي بنحاول نقدر ننشر ثقافة عن هذا الشيء مختلفة عن الشيء اللي السيدات بيعرفوا أولاً مثل ما حكينا لازم السيدة من أول ما تكتشف أنه هي حامل باختبار الحمل وتكتشف منزلي البسيط أنه تلجأ للطبيب متى ما شفنا إحنا أنه في كيس حمل داخل الرحم لازم كل أسبوعين نعمل إيكو لنشوف تطور الجنين مرحلة ثباتية الحمل هي مرحلة كتير مهمة أنا من بداية ظهور الحمل بالإيكو لنهاية الشهر الثالث هي مرحلة كتير مهمة يعني خلينا نقول من 5 أسابيع حمل ل 12 أسبوع حمل هي مرحلة مهمة لازم كل أسبوعين أنا أشوف السيدة أولا لأنه هي بحاجة للتواصل فأنا ما في إلا روحي ورجعي بعد شهر ونص أو شهر هي بحاجة عندها كل يوم مئات الأسئلة وخاصة اللي بتبقى أول حمل حتى أنا بقول لهم للسيدات شو ما طلع معك استفسارات يا دقيلي يا خبريني ولو على التليفون يا سجليهم وجيبي معك الأسئلة وأنا بقدر جاوبك على كل الأسئلة حتى يعني نمتص هذا خلينا نقول الاضطراب اللي ممكن يكون موجود والقلق والتوتر موجود عند السيدة فالمراجعة أنا بفضل أن تكون كل أسبوعين يكون في تواصل أكثر الثقة بتنمى مع الطبيب أكثر نقدر نشوف نمو الحمل هل هو فيه مشكلة ولا لا هلأ التعليمات الموضوع الغذاء الحقيقة هلأ تحت الهواء كنا عم نحكي ما مهم السيدة يعني ولو انه بين قوسين انه تتفاجئن بالاكل لانه انا حامل هذا ما له مبرر الحمل هو حاله طبيعيه تغير فيزيولوجي انا مهم عندي اهتم بنوعيه الاكل نوعيه الغذاء تختلف عن كميه كواليتي اهم من كوانتيتي انا ما مهم اكل شو من كان واكل كل ساعه لازم اكل لا انا باكل وجبات قليله بعدد كبير يعني وجبات كثيره وكميتها قليله تكون نوعيه الغذاء مهمه يكون فيها من كل شيء ما مهم انا اكل بروتين اكثر ولا كالسيوم أكتر ولا يكون شيء فيه فيتامينات أكتر لا أنا بدي كل شيء يكون موجود ضمن الوجبات اللي أنا عم باكلها حتى أحيانا إحنا بنضطر بعض السيدات اللي عندهم بدانة شديدة إنه نلجأ لطبيب تغذية يساعدنا بالحمل حتى ننظم زيادة الوزن عند السيدة بدليل إنه بعض السيدات بينحفوا بالحمل إحنا ما بيكون عندنا مشكلة طالما تحاليل طبيعية طالما مراقبة طبيعية طالما الغذاء طالما الجنين وضعه طبيعي ونمو وزنه بالطريقة الطبيعية أنا ما بيهمني زيادة الوزن بالشكل الصاعد نحن زيادة وزن ضمن الحمل لازم تكون بين 10 إلى 12 كيلو على مدار 9 أشهر يعني بمعنى كيلو لكيلو ونص شهريا تقريبا فما بيهمني يزيد 5 كيلو ما بيعني والسيدة اللي بيزيد وزنها 5 كيلو ما بيعني إنه الجنينة راح يطلع أسكى وأقوى وأحسن لا يمكن هي في غلط بغذاء طيب في استفسارات كثيرة نحن اجتنا بعد ما عرفوا انه حضرتك موجود معنا في استفسار بانه شو هو الغذاء اللي بيستفيد منه الجنين هل هو فقط مثل ما يشاع انه يستفيد فقط من الكالسيوم والبروتينات او اما اذا اكلوا فواكه واذا اكلوا فيتامينات هو ما بيستفيد منه الطفل الجنين بحاجة كل شيء مشان نحن عم نقول نوعية الاكل مهمة الجنين ما بحاجة كميات أكل كبيرة أصلا هو ما عم يأكل نعم. هو أنت الخلاصة التغذية اللي نحن عم ناخدها عم تروح عبر الحبل السري لهذا الجنين وبالتالي عم يأخذ خلاصات فأنا كتير بهمني هالخلاصات تكون متوازنة بهمني يكون في بروتين حيواني بروتين نباتي بهمني يكون في فيتامينات
ومعادن وكالسيوم، يكون في حديد، بهمني يكون في خضار وفواكه، كله هذا مهم. فأنا ما بصير ركز على أكل أو نوع تغذية محدد وأهمل بقية الأنواع، لأنه كلها إلى دور. ما بصير أنا بحب الشوكولا. وفي حال الإهمال طيب شو بصير؟ في حال إهمال نوع من الأغذية، هل بيأثر على جنين أو على الأم يعني؟ كتير مني. هلأ نحن أول شيء من لما بيكون في إهمال بتغذية السيدة، سواء إهمال بنقص التغذية أو إهمال بأنه نحن في إفراط بالتغذية لا نوعية، التغذية ما أنا مهمة. فنحن منلاقي أول شيء أنه وزن السيدة عم يزيد، الولد ما بقى عم يزيد وزنه، هي أولاً. أو خلينا نقول وزنه عم يزيد والولد عم يزيد معه. هلأ لما نطلب نحن طبعاً شهرياً لازم نعمل تحاليل دورية، لما نلاقي أنه بلشت الأرقام، الخضاب، الصفيحات عم تنزل، الحديد عم ينزل، الكالسيوم عم ينزل، الجنين بالأول بيكون متأثر، لحد ما ينقص المخزون عند الست نفسها بشكل مهم، ببلش الجنين تحسي أنه نموه صار فيه اضطراب. منلاقي أنه ما عاد زيادة الوزن عنده صارت بالحجم المطلوب، وأحياناً بيصير النمو سيء، وبصير عندنا شيء بنسميه نقص نمو داخل الرحم. لهيك الدكتور بيوصف بعض الأدوية والفيتامينات مرافقة طبعاً للسيدة طبعاً. هل هو خصوصا الحديد بعتقد. هل هو في مدرستين بالعالم بموضوع وصف الأدوية أو الفيتامينات والمعادن خلال الحمل؟ في مدارس تقول، في مدرسة بتقول ما في داعي توصفه شيء، بنعتمد على التغذية. في مدرسة وهي مدرسة بتثق بالحامل، وفي مدرسة تانية بتقول لا، نحن ما بنثق بالحامل، خلينا نعطيها شيء من الخارج يضمن انه انا اخذ الدوز اليومي من الفيتامينات والمعادن، يعني كالسيوم وحديد وفيتامينات بي، لحتى يكون انا عندي شيء متوازن، اضمن انه حتى الست اذا قصرت بالتغذيه او ما كانت كافيه، وانا من هي المدرسه انه نحن، لانه نحن نضمن انه هذا الست اخذت الشيء الكافي، وبالتالي الجنين كان بنمو كافي وممتاز. بس مو بالضروره تاخذ ادويه مرافقه، بس تفضل. لا أكيد مو بالضرورة. يعني نحن لما سيدة بتجي بتراجعنا أول الحمل، عندها مشاكل معدية، عندها مشاكل هضمية، ما فينا نعطيها كل أنواع الأدوية أصلاً، في ما بتقدر تتحمل، في عندها عدم بس تحمل. بس دائماً نوصف الحديد للسيدة الحامل. هلأ نحن بأول 3 شهور ضروري نأخذ فوليك أسيد أكيد، حتى مو بس بأول 3 شهور، هاي كمان نقطة مهمة. نحن مجرد ما قررنا أنه نحمل لازم نبلش بحمض الفوليك. حمض الفوليك له، وهذا صار مثبت أنه له وقاية مهمة من تشوهات الأنبوب العصبي عند الجنين. فأنا كل ما بلشت فيه أبكر قبل الحمل وأول 3 شهور الحمل، هذا كثير بيعطينا وقاية مهمة. الحديد نحن نبلش ندخله من الثلث الثاني من الحمل، بشرط ما يكون في عنا أصلاً نقص بالحديد، وبالتالي ما يكون عنا الخضاب فيه مشكلة. الكالسيوم كذلك ما ضروري نحن نعطيه أول حمل طالما الأرقام طبيعية. يعني أنا الكالسيوم ما ببلش بعطيه لما بشوف فيه اضطراب بالأرقام. السبب أنه أنا ما بدي تقل حمل دوائي على السيدة أكثر من اللازم، حتى تضل عندها قدرة تتعاون معنا، حتى تضل جسمها متحمل. المعدة لما أنت عم تاخدي حبة من هون وحبة، يعني 3-4 حبات باليوم، هذا شيء متعب أحيانا. وإلا ما تحتاج مرة لدواء التهاب، وإلا ما تحتاج مرة لشيء للمعدة. فنحن صار عنا مجموعة أدوية منفضل نخفف منها قدر الإمكان. دكتور، يمكن نحن اليوم حكينا عن الثلث الأول من الحمل، وهو الحمل بده يمكن حديث كثير طويل، فرح نكتفي اليوم بهذا الجزء، لنحكي إن شاء الله بالحلقات المقبلة بالأجزاء الأخرى أو بكل ثلث مثل ما حضرتك ذكرت. أكيد نتشكرك الدكتور شادي خلوف، أخصائي في دكتور نسائية وتوليد ومعالجة عقم. شكرا للمعلومات والنصائح اللي قدمتنا. شكرا كثير لك. شكرا.